مشاهدينا، نشرتنا المفصلة لهذا اليوم انتهت، وهذا تذكير بأبرز العناوين. أحمد الكريم يناشد القائد العام بإعادة المنتسبين الذين تم فصلهم بسبب الظروف التي مرت بها محافظة صلاح الدين. سليم الجبوري يبحث مع أمير الكويت سبل التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين. رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع بالقضاة المكلفين بمهام مجلس المفوضين لبحث آليات تنفيذ تعديل قانون الانتخابات. شكراً لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.